لا ليس احنا ليس بركان الغضب ولا حكومة الوفاق الجيش بتاعها يعني مستحيلة. احنا ناس محترمين ونخاف الله. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. نعم الكذب، فالكذب والافتراء والتدليس هي من أهم الأسس التي يقوم عليها إعلام الصخيرات. فبعد عجزهم عن دحض ودفع الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات السراج جهارا نهارا، بدأوا في الالتفاف والمراوغة والكذب، وهذا ما اعتدنا عليه من قبل إعلامهم الماجن الفج. يروج إعلامهم على أن الجيش انتهك حقوق الإنسان في المدن الغربية وخاصة ترهونة. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه، لماذا الآن؟ لماذا هذا التوقيت الذي نفثت فيه قنوات ومنابر السراج والإخوان سمومهم؟ لما لم يفتح بابهم بهذه الانتهاكات على حسب قولهم لما كان الجيش يسيطر على هذه المدن؟ هل ينكرون ما قامت به ميليشياتهم في ترهونة من قتل واختطاف للنساء ونهب وسلب وتدمير؟ يذكرون الوجوه التي طلت علينا بكاميراتهم وقنواتهم وهم يصورون أنفسهم وهم يحرقون ويدمرون ويسرقون؟ هل وصل بهم إنكار الواقع ونفي الحقائق إلى هذا الحد؟ فمن داخل بيتهم المهترئ وزير داخلية الصخيرات فتحي بشغة اعترف وعلى الملأ أن الانتهاكات التي حدثت في ترهونة قام بها بعض العناصر الأمنية التابعة لهم وهم الآن قيد التحقيق. فمن أين يعترفون بجرائمهم من ناحية؟ من ناحية أخرى ينسبونها للجيش الوطني. الله أكبر، غنائم محور النصر، الله أكبر للحمدانة. ولم يقف كذبهم وافتراءهم إلى هذا الحد، بل يأتون بفرق عسكرية تركية غازية لتزرع الألغام في بيوت الآمنين بطرابلس، ويسوقون أن الجيش هو من زرعها. يقتلون الآمنين بأيدي الغزاة الأتراك ويدفعون لهم الأموال من جيوب الليبيين. هنا المرتزقة السوريون، وذلك لغرض وضع المرتزقة السوريين في منازل النازحين وضمان عدم عودتهم لبيوتهم مرة أخرى. ولم يفت إعلامهم الماجن الكذبة المعتادة، ألا وهي المقابر الجماعية. عن أي مقابر يروجون لها؟ وهم حتى الحيوانات أجلكم الله لم تنج منهم ومن سديتهم، قتلوا منها ما قتل وذبحوا منها ما ذبح، فوالله هم كيأجوج ومأجوج، بل هم أضل، بل كبني إسرائيل الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويحرمون قتل الحشرات. كفاكم كذبا وافتراء، أنتم ميليشيات ونهجكم هو الخراب والدمار، والأعمال الانتقامية هي ديدنكم، ولكنكم بعتم وطنا فلن يكون الكذب عليكم بعزيز. علي الفايدي، ليبيا الحدث.